دكتور، ما هي أسباب الفشل الكلوي؟ يعني هي أسباب الفشل الكلوي بتختلف من مكان لآخر، لكن اتفق عالميا على إن أسباب الفشل الكلوي هي أكثر مسبباته بالنسبة للأمراض المزمنة. وعلى مستوى العالم وجد إن مرض السكر وداء السكري هو أكثر الأسباب المسببة للفشل الكلوي على مستوى العالم، لكن في مصر وجد إن أكثر أسباب الفشل الكلوي هو ارتفاع ضغط الدم، ويعني عدم علاجه في وقت مبكر، وعدم السيطرة عليه، وعدم استخدام أنواع مناسبة لتظبيط ضغط العيان. طبعا هناك أسباب أخرى غير السكر والضغط، وهي أمراض الكلى الوراثية وأمراض تلوث البيئة والكلى، استخدام الأدوية والعقاقير المختلفة بدون وصفة طبية. يعني هناك يعني أسباب أخرى، لكن هذه الأسباب هي أكثر انتشارا لأسباب مرض الكلى في مصر بالأخص. شكرا جدا لحضرتك.